الخطوة الأولى لحل مشكلة تآكل البتات في البرامج القديمة. من المعلوم أن البشرية استطاعت خلال القرون المنصرمة الحفاظ على إرثها التاريخي من خلال الكتابة على وسائط متنوعة كأوراق البردي وجلود الحيوانات التي صدمت في وجه الزمن لتصل إلينا وتخبرنا كيف عاش أسلافنا. أما اليوم نعايش مرحلة انتقالية في حياة البشرية، حيث يصبح كل شيء رقميا. تتحكم التكنولوجيا بنمط حياتنا اليومية، فكل ما يتعلق بنا محفوظ على شكل بتات، والتي يتم إنتاج كميات هائلة منها بشكل متزايد ومتسارع باستمرار، مثل تغريداتنا عبر تويتر ومقاطع الفيديو التي نتشاركها، وخرائط الموقع والرسائل الإلكترونية التي نرسلها ومحادثاتنا عبر سكايب وغيرها. تكنولوجيا العتاد هي الأخرى في تطور مستمر، وبحسب قانون مور يتضاعف عدد الترانزستورات على الشريحة الواحدة كل 18 شهرا، ولكن لا يمكننا الاعتماد على هذا القانون، إذ أنه سيصل إلى نهايته عاجلا أم آجلا. فعدد الترانزستورات التي يمكن وضعها في مكان واحد محدود، لأنها ستقترب من حجم الذرة، أين تحكم قوانين الفيزياء الكمومية. نواجه الآن مشكلة جدية تسمى تآكل البتات المخزنة على البرامج بيتروت، والتي كنا نشغلها قبل 10 سنوات من الآن، إذ أنها تختفي مع الوقت، أو بمعنى أدق تختلف طريقة فهم البرنامج لها، كما أن العتاد الذي كانت تشتغل عليه لم يعد موجودا الآن. تعاني العديد من شركات البرمجيات من هذه المشكلة، فقد قام علماء من معهد MIT للتكنولوجيا العام الماضي بالتعاون مع مهندسين من شركة أدوبي بالبحث عن حل لهذه المشكلة. أفضل مثال هو برنامج تعديل الصور الشهير الفوتوشوب، الذي يحتفل بميلاده 25 خلال كل تلك الأعوام المنصرمة. جرى تحسين الشفرة المصدرية للبرنامج حسب ما يعد اليوم عتادا قديما. بالنسبة لشفرة عالية الأداء تستعمل في معالجة الصور، علينا أن نحسن البرنامج، يقول سامان أمرا سينغما، وهو بروفيسور في معهد MIT للتكنولوجيا وباحث في مختبر علوم الحاسب والذكاء الصنعي سيسايل. ويضيف قائلا: العيب في هذه الطريقة أن الشفرة تصبح أقل فاعلية وأكثر تعقيدا. تستنزف شركات مثل أدوبي الكثير من الجهد والوقت لدراسة الشفرات المصدرية القديمة نسبيا لبرامجها، ومحاولة لتحسينها وإصلاح الخلل الموجود. ولكن ماذا لو كان هناك برنامج يصلح الشفرات المصدرية القديمة أوتوماتيكيا، حتى يستطيع المهندسون التركيز على أمور أخرى أكثر أهمية؟ هيليوم، وهو نظام حاسوبي طور بمختبر الحاسب والذكاء الصنعي بمعهد MIT للتكنولوجيا، يقوم بإصلاح وتحسين كود برنامج معين دون الحاجة إلى الشفرة المصدرية الأصلية في ظرف ساعات بل دقائق معدودة. بدأ الفريق بالعمل على جزء بسيط من الكود الثنائي الذي يدخل في تركيب الملف التنفيذي لبرنامج الفوتوشوب، والذي فرضنا سيمثل كل ما لدينا من برنامج أقرب ما يكون إلى برنامج احتكاري مغلق المصدر، إذ سيكون خاليا من أي معلومة إضافية عن الملف التنفيذي. برنامج مثل الفوتوشوب تستعمل نوعا خاصة من الأنوية الحوسبية يسمى النواة الرسومية، والتي تسمح بالقيام بعمليات على مساحات كاملة من البكسلات. ومن المهم جدا أن تحدث في هذه الأنوية، لأنها تستهلك الكثير من الذاكرة والقدرة الحاسوبية للجهاز، ويتلاشى أداؤها بمجرد توفر عتاد جديد. مع برنامج هيليوم يستطيع الباحثون استخراج النواة الرسومية انطلاقا من الصيغة الثنائية Binary Form للملف، وإعادة هيكلتها في صيغة لغة برمجية راقية تسمى Halide، وهي لغة برمجية تختص بتطبيقات معالجة الصور من تطوير سيسايل.
يعد الانتقال من لغة الآلة إلى لغة راقية خطوة مهمة لم تكن ممكنة في السابق بحسب تشيرث مانديس، وهو أحد المشاركين في كتابة الورقة البحثية، حيث يقول: يكون تنظيم العمليات في كود الآلة المحسن معقدا لدرجة يصعب علينا فيها استخراج شفرته المصدرية، لكن مع الحوسبة الرسومية بإمكاننا إعادة العملية أكثر من مرة وتجميع المعلومات اللازمة لاستخراج الخوارزمية الأصلية. يقوم نظام هيليوم باستبدال البتات المتآكلة ببتات محسنة، والنتيجة هي تحسن أداء فلتر الفوتوشوب بنسبة 75%، وكذلك برنامج إيرفان فيو لمايكروسوفت بنسبة 400% إلى 500%. يقوم نظام هيليوم بالتحسينات في ظرف يوم واحد، في حين يستغرق المهندسون 3 أشهر على الأقل لإتمام المهمة. يقول أمارا سينجي: نظام كهذا سيساعد الشركات على تطوير برنامجا أسرع، وسيريحها عناء وضع 100 شخص لحل هذا النوع من المشاكل. أنجز البحث. تتناسب مع العتاد الجديد، ولذلك يعد هيليوم طريقة مثالية لوضع وصف راق لحوسبيات رسومية يمكن نقلها على عتاد المستقبل. سيساعد هذا الابتكار الباحثين أيضا في الكشف عن الخدع المستخدمة من قبل المبرمجين في كتابة الكود القديم في سيناريو أقرب ما يكون إلى علماء آثار ينبشون ضمن مستحاثات رقمية. زياد الحجار، الباحثون السوريون.